خلف وليد عبد الله، وهذه محاولة عند السهلاوي، اقترب الثاني، السهلاوي الأصلي ظل أصلي، الأصلي ظل أصلي، وهذا هو المهاجم الأصلي. السهلاوي يسجل الثاني، السهلاوي يضيف الثاني لمصلحة العالمي، ثاني بعد نقلات، بعد لمسة خلف الدفاع، ينطلق السهلاوي بلمسة، بلمحة، وضع الكرة كعادته. المهاجم الأصلي والأصلي ظل أصلي هو السهلاوي صاحب الكرة الذهبية، أفضل لاعب سعودي في الموسم الماضي، يسجل الثاني لمصلحة النصر.